صباحكم خير وفرح ومحبة. أنا من الأشخاص اللي بيقوموا مبسوطين وبيناموا مبسوطين، مش يعني ما عنا مشاكل ومش يعني ما عنا هموم، بس بالضحكة بتمرق كل هالأشياء. بس اليوم سر ضحكتي وفرحي عن جد هالكرو المهضوم يلي الأحد واصل، يمكن ما كانوا واصلين نشيطين بس على هيك كمية الفرحة يلي بتعمنا بالاستوديو، هيك أخذوا نشاطهم. وانا اي لاف يو توني، اليوم توني المخرج معنا. ادي كمان بدي اقول لك هاي شانتال، مين معنا كمان؟ ذكروني فوق، حسين، زياد، نسيم، كلكم بحبكم كثير وثانكيو دائما للدعم على الهواء. فكره هيك صغيره وردت على هيك راسي انا وجايه على الطريق، انه الانسان اللي بيعرف كثير يمكن يحاسب كثير اكثر من غيره، فكل ما لقينا حالنا عندنا ماتشوريتي اكثر بالمعرفه باي موضوع كان، ربنا يمكن بيحاسبنا على قد معرفتنا. اما الاشخاص اللي ما عندهم معرفة، بسطاء، ما صار لهم الفرصة يتعمقوا أكثر بالحياة، ربنا بيحاسبهم على قد ما هن بيعرفوا، إلا إذا يمكن ربنا يحاسبنا على كسلنا بعدم المعرفة، ما بعرف. خلينا نشوف مع بير سويد يلي رح ينضم لإلي عبر زوم، والموضوع رح يكون آخر رسالة حلوة رح يشاركنا فيها، لنشوف إذا هيك الفكرة اليوم يلي وردت على راسي بتلبق للموضوع الخلاص يلي رح نحكي ونستفيد فيه. بير سويد أهلا وسهلا فيك. الله معك بلانش، المجد للرب اللي عم يجمعنا. صباح الخير. سألتك عن شو بدنا نحكي، قلت لي رسالة حلوة وعميقة، خلينا نباشر ونخبر المشاهدين شو هي الوزن اليوم يلي بدهم يحملوها اليوم الأحد أول الأسبوع، فعنا أسبوع طويل. مبدئيا بلانش، الرسالة اليوم أنا كتير لفتتني أكثر من الإنجيل اللي معودين عليه العالم، مثل العذارى، الحكيمات والجاهلات. تعرف اليوم في كتير عم بيجهلوا كيف خلاص نفوسهم يصير، والحكيمات هن العذارى اللي عرفوا يحملوا الزيت بانديلهم زيت الرحمة. فاليوم أنا لفتتني بالحقيقة رسالة القديس بولس لأهل فيليبي. الرسالة عندها كتير بلانش تحفيز لإلي وإليك ولكلنا. مثلا وقت بتقول أول شيء خلينا نبلش نهارنا بإشارة الصليب اللي هو نحن بزمن الصليب. بتقول رسالة مربولوس لأهل فيليبي: يا إخوتي اعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة كما أطعتم دائما، لا في حضوري فحسب بل بالأحرى بالأكثر الآن في غيابي. فالله هو الذي يجعلكم تريدون وتعملون بحسب مرضاته. افعلوا كل شيء بغير تذمر وجدال لكي تصيروا بسطاء لا لوم عليكم وأبناء الله لا عيب فيكم. وحلو بيقول: وسط جيل معوج منحرف تضيئون فيه كالنيرات في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخار في المسيح بأني ما سعيت ولا تعبت باطلا، لو أن دمي يراق على ذبيحة إيمانكم وخدمته لكنت أفرح وأبتهج معكم جميعا. وبينهي رسالته بقول: فافرحوا أنتم أيضا وابتهجوا معي. بالحقيقة رسالة بلانش ملفتة جدا، لأنه فيها تحفيز كتير، ولأنه قادرة تخدنا إلى مطرح ما بده يسوع، مش مطرح ما نحن بحلال. طب خلينا نروح على غوص على المفردات هيك الصعبة، بخوف ورعدة. ليش نعم. بدي يكون أنا خايف ومرعوب أنا وعم نبش على الخلاص؟ حلو. بلانش، يعني كثير ضروري نقول إنه الإنسان عادة يعمل كل أعماله باحتراف، بشوف كيف بده يربح، بده يأسس لبكرة، بده يورث أولاده، بده يكبر بشغله. وبيشتغل عادة الإنسان بتأني، بحرفية، بموضوعية، بحكمة، بحذر، حتى ينجح. لأنه في إنسان بيعمل استثمار، الاستثمار بده يكون فاشل. فأنا سؤالي اليوم لكل إخوتنا اللي عم بيتابعونا، أنا وإنت، هل عملتوا استثمار إخوتي لحياتكم
هو خلاص نفوسكم؟ هل الاستثمار نجح معكم؟ هل الاستثمار عم تشتغلوا له بخوف ورعدة؟ مش بخوف يعني خيفانين ومرعوبين، لا، يعني عم تشتغلوا له بمخافة الله، عم تشتغلوا له بوضوح، بخوف انكم تخسروا الشيء اللي استثمرتوه. انا سؤالي لإلك بلانش، نحن كل الاستثمارات اللي بنعملها بالحياة هي عبارة عن 20-30 سنة، من بعدها يمكن الإنسان بصفي كهل عجوز، حركته بتصفي أبطأ، وبعدين الاستثمار بصفي يا بده يورطه لحدا، يا بده يسلم حدا يدفش حتى يضل الشغل ماشي، يا أما بده يترك بده يتقاعد. ولكن سؤالي، هل أنا عن جد يعني عم بشتغل لخلاص نفسي للأبدية تبعيتي، مش لعشرين ثلاثين سنة، منه استثماري سنة وسنتين وخمسة وسبعة، عم بشتغل لاستثمار هالقد طويل بلانش، هل عم بشتغل له مثل ما بشتغل للاستثمارات العادية اليومية اللي أصلا بحب من خلالها أقول أنا نجحت أو أنا فشلت أو أنا. طب أبونا، فيهم هالاستثمارين يصيروا متماهيين سوا؟ يعني أنا ما بدي أفصل استثماري بالخلاص وأنا تاجر بسرق هون وبعدين بروح على الكنيسة بقدس وبسمع كلام ما يوحنا ذهيب الفم قبل ما أروح على المناولة، تقدموا بخوف ورعدة، يعني تكرار لهيدي الرسالة. فيني يكون تاجر وخاف ربي؟ فيني يكون فنان ضروري وخاف ربي؟ ضروري ضروري. الاستثمار هو الموهبة، هو العطية، هو بدي أقول الوزنة، هو أي عمل تجارات، يعني تجارة. أنا اليوم استثماري هو تجارة، في ربح وفي خسارة. حتى الاستثمار تبع الحياة الأبدية في ربح وخسارة. ماذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إذا أنا الاستثمار هو أنه أربح حياة الأبدية. مشان هيك اليوم أنا بدي أشتغل بخوف ورعدة، بدي أشتغل عن جد بحكمة وبذكاء وبحنكة، مثل العذارى الحكيمات اللي عرفوا انه الاستثمار تبع حياتهم هو الرحمة، هو العمل الطيب، هو الفرح، هو المحبة، هو التواصل مع الناس، هو الإصغاء، هي الفضيلة، هيدا استثمارنا. هلا بتقولي لي بيتوافقوا مع بعضهم؟ أكيد، لأنه مطرح ما أنا وشو دعوتي بالحياة وكيف بشتغل دعوتي بالحياة، هيدا الاستثمار هو اللي أنا بستثمر فيه كمان للحياة الأبدية، من خلال وظيفتي، من خلال دوري، من خلال موقعي، من خلال عملي. هيدا الاستثمار إذا نجح، وإذا نجح تحت بمرضات، عم تسمعي بالنص مثلا بيقول عم بتشتغلوا بحسب مرضاته، مش وردت بالنص، بحسب مرضاته، يعني أنا عم بشتغل اليوم كهنوتي حتى أرضي الله، مش بدي أرضي أنا المسؤولين عني، أنا مش بموقع أرضي الناس، مش بموقع أرضي المسؤولين عني، مش بموقع أرضي يمكن هيك مثل ما بقولوا عن جهيتي، لا، أنا بموقع واحد هو أنه أرضي الله بلاش. من هون أرضي الله، بس هيدا لا يتعارض مع انه ارضي نفسي، ما انا اذا بحب نفسي مفترض تكون يعني حابب ربنا، يعني هن كمان مش انه واحد شايف حاله حابب نفسه او فخور بكهنوته او برئاسته او بشغله. صح. وبلانش هوني انه في عنا مثل لبناني كتير بيقول يا رضا الله ورضا الوالدين، يعني انا عن جد اللي تعبوا علي واللي سخوا علي واللي دفعوا عني واللي استثمروا فيي، أنا عم بدلهم هالاستثمار نجاح، عم بدلهم هالاستثمار عمل، هني بيكون راضيون، وإذا حبوا أنه يغمضوا عيونهم بيوم من الأيام بيقولوا ابني نجح، ابني عطى، ابني يعني بفرح له القلب. من هون عم بيقول النص يجعلكم تريدون، نحن نرغب بالنجاح، وتعملون بحسب مرضاته. هل أنا أعمل كل يوم مع إشراقة كل شمس وغياب كل شمس قل له لربنا أنت يا رب أعطيتني وهيدا أنا برد لك اللي أعطيتني إياه؟ أصلاً الأناجيل تبع زمن الصليب بتحكي عن هالشي، عن هالاستثمار. أنا استثمرت، أنا اشتغلت، وأنا عم بقطف، ومن هيك أنا عم برجع بورت أولادنا شو الاستثمار اللي أنا أخذته واللي أنا حققته بطلق بصمة.
هذا اللي صار معي، هذا اللي صار معي بحياتي اليومية، إن كان بالفنون اللي أنا اشتغلت عليها، إن كان باستثمار كهنوتي، إن كان باستثمار يمكن علاقاتي اللي جيرتها لخدمة ومصلحة رعيتي والبيت اللي أنا فيه والعالم ويمكن كنيستي ويمكن حتى استثمار كهنوتي للحياة الأبدية. وهون بقول بدك تشتغل يا هالإنسان، أنا وأنت بلانش بدنا نشتغل بغير تذمر، بدون جدل عقيم وجدل بيزنطي، لكي تصير بسطاء لا لوم عليكم. وهون يا بلانش كثير مهم إنه قديش فيني أقول عن أي مسيح اليوم، هيدا مسيح لا غش فيه، لا لوم عليه، لا عيب فيه، هيدا إنسان عن جد. تعرفي قديش هيدي بتحفزنا؟ مشان هيك عم بقول الرسالة اليوم أنا وأنت لازم تحفزنا كتير كالمسيحي اليوم، على الأقل المسيحي تحفزني تقول أنا عم بشتغل بطريقة بقدر أرضي نفسي، ترضي أرضي الله، أرضي صحيح. الناس. بس بالنهاية أنا يمكن الناس هيدا بده مطرحك وهيدا بده ينتشك وهيدا اللي بده، طب أنا بدي أرضي الله، أنا طب مش جاي أبونا خدمة. أبونا، نعم لأنه نحن وقت بنقرأ يعني خلاص نفسي لملكوت الله، دايما بنفكر ملكوت الله بعيد بدري كم سنة ضوئية عنا، يعني هو مش بعيد، هو في يكون الآن. صح، فما ملكوت بدي الله أجل عمل الخير وعمل الرضا الله ونفسي مثل ما بتأجل تعمل تأجيل لاجتماع بشغلك أو بتأخر إصدار أسطوانتك. أول شيء عم تقولي لي إنه مشيئة الله أو ملكوت الله، أعمل لملكوت الله، ملكوت الله في داخلكم. بحس الإنسان بلانش إنه عن جد قلبه مرتاح، ضميره مرتاح، فكره مرتاح، بحط راسه على مخده وبينام. في ناس قلقانين، في ناس مش ظابطه معهم، في ناس بحبوا كل نهار الحرقه، في ناس بحبوا كل نهار يعني بقفاكي ولوفكي وتركيبات ودوزانات شيطانيه. انا بسال هدول الناس واللي في عندي كثير منهم هيك حوالي، واللي في عندك كثير منهم حواليك، لانهم بغاروا من نجاحك، بغاروا من يمكن تميزك، بغاروا من تميزك وتميزنا. انا بسالهم عن جد امتى بتخلصوا؟ امتى بتخلصوا؟ بدكم تكتبوا؟ اكتبوا. بدكم تلوطعوا؟ بدكم تفبركوا؟ بدكم تدوزنوا دوزانات شيطانيه؟ امتى بتخلصوا؟ ليه ما بتهتموا بحالكم؟ ليه ما بتهتموا بخلاص نفسكم؟ ليه ما بتهتموا بانكم عن جد تشتغلوا لمرضات الله؟ نعم. ليش على لانه طول نحن حرقه او حر بقى؟ حرقه او حر بقى امتى بتخلص؟ لانه نحن في وسط جيل معوج ومنحرف. هاي الحجه تبعنا يعني. بلانش جيل منحرف، معوج، ومنحرف، وبدي اقول مرات عم بتطال هيدي الانحرافات والاعوجاجات واللوفكات والحربقات والحرتقات، عم بتطال ناس لازم يكونوا مترفعين كثير عن هيدا الموضوع. وانا بسال ايمتى بتخلصوا؟ ايمتى بتخلص القصه؟ على الصعيد الديني، على الصعيد الرعوي، على الصعيد الكنسي، على الصعيد حتى الاجتماعي، على الصعيد المنزلي، ايمتى بنخلص من هاللوفكات؟ ايمتى بنبلش نهتم بخلاص نفوسنا؟ ايمتى بنبلش اهتم بنفسي؟ يا نفسي، هيدي النفس اللي هي عندها اعوجاجات وعندها مرات يمكن طعجات ديبلي، او عندها مرات انحرافات، او عندها مرات بدي سميهم كمخه، كأنه بتلزق عليك، بتعطيك انه ما تكوني انت، مش طعمتك، مش نكهتك. المسيح اليوم عنده تارجت، هدف، لكن الرساله شو بتقول؟ تضيئون فيه كالنيرات في العالم. يا بلانش، اذا ما بدنا نكون نحن هيدي النجوم اللي عم نضوي عتمه هالناس وعتمه وظلمه قلوب هالناس، ايمتى بنخلص؟ أنت بدنا نضلنا نفتش على مكامن الضعف؟ يا خي انا ضعيف، يا خي انت عندك ضعفك، يا خي فلان عنده ضعف، يا خي فليتان ما عمل اللي كان لازم يعمله 1000%. طيب، بس انه ما تنسى، ما تنسي، ما انسى انه نحن يجب ان نكون كالنيرات نضيء في هذا العالم. في نيرات، في نجوم هالقد قويه لانه اقرب من الارض، في نجوم بلشت كثير أضعف لأنه بعدت أكثر عن مدار الأرض أو شيء. مين أقوى أبونا، العتمة ولا النور؟ اليوم العتمة قوية كثير بلانش، أنت بتعرفي، ولكن ضو شمعة صغير بيفضح النور. ضو شمعة صغير قادر يقول
لا للعتمه، نعم العتمه والمعتمين والظلاميين والظلمه والظلم والمظلومين كتار يا بلانش، ولكن هون الطلب. قديش انت اليوم اللي قاعد تحرتق على السوشيال ميديا، ساعه على الانستغرام، ساعه على الفيسبوك، ساعه بالتويتر، ساعه بالاعلام، ساعه بمنطقتك، بمجالاتك، بمساحتك، أنت يا خيي بتبلش تحس انه انت عندك دعوه انك تفتح عالم الظلمات، انك تبلش تفكر بانه انا عندي دعوه يا خيي بدي اتخلص من الشوائب، من الاعوجاجات والانحرافات اللي فيي، وبدي اتخلى عنها، بدي صير انقى انظف. أنت يا هل ترى انا مثل من هالنيرات اللي بينوروا عتمة وظلمة هالعالم، أو أنا من هالنجوم التي تتساقط؟ وسمعناها بالأسبوع الماضي يا ما نجوم تساقطت، وهون أنا بقول النجوم ممكن تكون أتاركي، أساقفي، كهني، رهبان، رهبات، إعلاميين، رؤساء، حكام، أمات، بيّن، أنتوا نجوم. النجوم مش بس اللي بيطلع على المسرح بلانش، والنجوم إذا تساقطت يعني نجم اليوم تطلع من مدارة خرب الكون. ما عم نحكي عن النجوم تبع الكون، عم نحكي عن النجوم اللي هي أنا وأنت تضيئون فيه كالنيرات، كالنجوم في كبد السماء بحياة العالم. إذا ما رح نكون هيك فنحن أشقى الناس بلانش، ومش هون هيك أنا بقول نحن اليوم عن جد بحاجة لإعادة ترتيب أولوياتنا، متمسكين بكلمة الحياة. ليش قلت لك هيدا النص كتير مهم نتوقف عنده؟ إذا ما بدنا يكون مرجعنا الأساسي الأول والأخير هو بصدق كلمة يسوع المسيح، كلمة الحياة، الإنجيل، أنا بقول عشو عم نركن؟ عشو عم نتكي؟ تصور اليوم هيدا اللي بده يحرقي، وهيدا اللي بده ينكوز، وهيدا اللي بده يعدى، وهيدا اللي بده يغش. تطلع بهالعالم بتقولي طب هالعالم فايد بحالة ظلمية، أينتا بدي أوصل لأنه كون عن جد من هالنيرات؟ أنت بدي أوصل أنه حقق مشيئة الله بحياتي، أن لا يهلك أحد. وإذا كان في حدا عم بعيش حالة هلاك، حالة خراب، ليش ما بتواصل أنا وياه؟ ليش بدي هو الإنسان أبونا هلاك؟ الإنسان إذا عرف مقدرة نوره ولو كان فلام صغيرة مثل ما أنت عم بتقول، مقدرة النور أقوى من العتمة، لأنه يعني النور بضوي العتمة، بس العتمة ما بتقدر تطفي النور إذا الشمعة ثابتة مكانها وعم بتنير اللي حواليها. فهيدا واحد بصير خايف إنه أنا عم شوف حالي، إنه أنا إنسان خير. لا، لازم واحد شيك يعني بالمجتمع لازم يبين عن خيراته. السؤال هو لازم ولازم، كتير حلوين هدول اللي عم نقولهم بلانش، بس قديش نحن متمسكين بكلمة الحياة؟ قديش أنا وأنت وشعبنا الطيب، شو هي كلمة الحياة؟ كلمة الحياة الإنجيل، المقياس، المعادلة الذهبية هي كلمة الله. كلمة الله اليوم مثلا وقت اللي ربنا عطى وصيته، وصيته مش حبوا بعضكم بعض مثل ما أنا حبيتكم وبس، وصيته هي الإنجيل كله سوا. قديش أنا متمسك بكلمة الحياة؟ قديش أنا عم بتاجر بستثمر بكلمة الحياة؟ أنا اليوم لقاءاتي بأعمالي، امبارح طلعنا من ميكاور هالقلعة الرهيبة اللي مطرح ما قطع راس يوحنا، طلعنا بحالة فيها نشوة روحية، فيها يمكن فنانين لبنانيين، فيها كومبارس لبنانيين، فيها دانسرز لبنانيين، فيها أشخاص لمعت على هيدي القلعة تتشهد لإيمانها وتتشهد للبنانيتها وتشهد لروحها الطيبة. إن كان نادر خوري أو جيلبير جلخ أو كارلا رميا أو كاترين غالي أو إلي أسمر أو ميشيل خوري أو فادي القاضي، هيدولي كمغنين إجوا على الأردن تيعطوا شهادة بمقطع اسمه قطع راس يوحنا، ورحنا على الأشياء الاجتماعية. أو تنفترض دانسرز اللي كانوا بقيادة جابرييلا المر، عن جد بدي وجه لهم تحية، اللي تركوا انطباع رائع، كانوا نيرات على هالمسرح بهالقلعة بالذات، عم بيشهدوا لإيمانهم، عم بيشهدوا لحضورهم بالشرق. طب هيدول الناس مع 20 كومبارس ودانسرز، هيدول اجوا من لبنان حتى يقولوا هيدي بصمتنا، هيدي طعمتنا، هيدا نحن. قد ايه حلو، يعني قد ايه حلو نحن نكون فخورين باشغالنا واعمالنا. برجع دائما بقول انه فينا نكون حياتنا مسيحية منيرة مضيئة بشغلنا باللي هو، يعني مش ضروري
نروح بس على الدير لنكون مسيحيين شو يعني ونحكي بالرب. بلان شو يعني تضيئون فيه كالنيران، متمسكين بكلمة الحياة. أنا بقول اليوم علينا أنه تكون طعمتنا يسوعية إنجيلية مسيحية، تكون طعمتي يا خيي أنا، هيدا اسمي، هيدا النعمة اللي الله سكبها بين إيدي، هيدا استثماري، استثماري بيقدر يكون بالوعظ، استثماري بيقدر يكون بحركة مسرحية، بعمل موسيقي، بعمل إعلامي، بعمل ثقافي، بعمل روحي. طب هيدا الاستثمار إذا أنا اليوم لمع، مثل اليوم الإعلام اللي عم بيحكي عن هالعمل اللي صار بمكاور مطرح ما قطع راس يوحنا، هيدا شو بسموه؟ استثمار. أنا مش جاي اتبجح فيه، أنا جاي لأقول أنا شهدته وتركت بصمة بهالمطرح. طب أنا بسألك اليوم، شو البصمة اللي أنت بدك تتركيها؟ شو البصمة اللي بده يتركها خيك، ابن عمك، جارك المسيحي؟ هويته شو؟ شو مكتوب على اسمه؟ عجبينه شو مكتوب؟ نحن اليوم عنا تاسك، عنا مهمة، ما جينا على هالأرض حتى نشوي لحمة ونروح ونعمل كزدرة وإنه يابا فوتت مصاري، هذا الاستثمار المالي، وبالنهاية أنا استثمرت يمكن بإشياء دنيوية وراح. أنا عم بستثمر للحياة الأبدية بلانش، وهي الحياة الأبدية هي اليوم بدك تتركي طعمتك واسمك وبصمتك ونظراتك وكلمتك وألمك وفكرك ونهجك. وقت اللي بيجي الرب حتى يفوت بيطلع بيقول لك تفضلوا على يعني على الخضر، تفضلوا على بيتي، ادخل فرح سيدك. بده يسألني قبل ما فوت، انت جاهز؟ انت عملت دورك؟ انت كنت من الحضارة اللي استثمرت بالضوء تبعك، بالزيت تبعك، زيت الرحمة؟ اذا ايه عظيم، اذا لا طب ما هناك البكاء وصريف الاسنان. انجيل اليوم شو بيقول؟ خليكم برا، خليكم برا، لانه ما بعرفكم، انني لا اعرفكن. تخيلي معي قديش في ناس رح يسمعوا بعد كل المشاهدات، ما بدي احكم على حدا وما بدي دين حدا، قديش في ناس اليوم ما عم بيشتغلوا بخوف ورعدة على هذا الاستثمار. خلاص نفوسهم، خلاص. سويد بدي اختم معك هيك واتشكرك، بدي منك تعطينا فورمول، كيف بناخذ فورمول شيمي او مات او اي شيء، فورمول نحملها هيك عقلنا لانه بدنا شيء راسيونال وملموس نقدر بهيدا الاسبوع نستفيد منه. فورمول ايجال الخلاص او ايجال الله. انا اليوم كل اسبوع كل اسبوع بقدر اقدم لك مثل ما بيسموها وصفه، وصفه تبعيتي. الفورمول اللي بتطلبيها هي انجيليه. انا اليوم الوصفه تبعيتي لكل اللي عم بسمعونا، الك والي الي والي، انا بقول اعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة. يا جماعة الخير، ما عنا شيء نعمله بهالدنيا، ما عنا ولا استثمار يمكن نقول عنه ناجح وخرق وعمل وضج وزلزل الدنيا إلا الاستثمار اللي اسمه اعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة. هيدول أربع أركان معادلة ذهبية بلانش، هيدي الفورمول، هيدي هي حبوب اللي بدي اقول حب بتخديها تحت لسان، حب بتخديها للحياه الابديه. هيدا هو الاستثمار، يا بننجح باستثمارنا يا اما نحن من الهالكين. وانا بدي اشكركم، وصلت الرساله. شكرا لك باري سويد، كنت معنا من الاردن، وهيدي الفورمول بتختم لقائي مع ابونا سويد لتكون هيك وزنة نحملها ونفكر فيها وما نخبيها وننشرها للي حوالينا. فاصل بسيط ومنتابع.